ينضم إلينا من باريس أليكس تيكنبرغ المستشار الأول بمركز النهضة الفكري. سيد تيكنبرغ أهلا وسهلا بك. أنا سأبدأ معك بجانب مما أورده هذا التقرير وما تبعناه من تقارير حول إعدامات ميدانية لجثامين تبين أنها جرى إعدامها وهي مكبلة الأيدي ومعصوبة الأعين. كيف يمكن أن تراقبوا مشاهد بهذا الشكل؟ حسنا، أولا أود أن أشكركم على هذه الاستضافة. إنه اليوم السادس منذ حكم محكمة العدل الدولية على إسرائيل بأن تقوم بالعودة عن أي أفعال يمكنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، وبدلا من بعض العمليات التي تعود عن هذا نرى هذا الكم من القتل. فإن إسرائيل مستمرة في هذا النهج بنفس الوتيرة التي كانت موجودة من قبل، وربما الوضع يصبح أكثر مأساوية وأكثر وحشية كما أشرت من قبل، وكما يحدث أيضا في الضفة الغربية حيث قتل 3 من الفلسطينيين في مستشفى في جنين. يبدو أن إسرائيل مستمرة وتستمر في هذه المجازر والذبح لأهالي قطاع غزة. هي مستمرة، وقد يكون هذا أمرا بديهيا ومفهوما تماما أن تقدم القوات الإسرائيلية على هذا، لكن أن يصل الأمر إلى حد إعدام من كانوا محتجزين وربما في تقارير أخرى تسليم الجثامين وهي منقوصة الأعضاء، أي منحنى يمكن أن تذهب إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعد الوصول إلى مستويات بهذا الشكل؟ أنا أرى أنه الوقت الهام من أجل أن يحدث تحول كبير. كما ذكرت فإن إسرائيل مستمرة في تلك المجازر دون أي تغيير، ونحن نعلم أن مجلس الأمن قد تقبل بالأمس من أجل أن يكون هناك بعض التصرفات حول الوضع في غزة، وكذلك سكرتير العام للأمم المتحدة قد تقابل مع الدول الأعضاء لمناقشة الأمر حيال الأونروا. ونعم يوجد بعض الاتهامات الواضحة ضد بعض الأشخاص من الطواقم ونحن مستمرين في التحقيق، ولكن لا يوجد أي سبب لوقف هذه المساعدات للأونروا لأنها ضرورية ومسألة حياة أو موت بالنسبة للناس في قطاع غزة. وبالنسبة لهذا وتلك البلدان التي توقفت عن دعم الأونروا فإنها أيضا تعد متوطئة في الإبادة الجماعية، لأنه من الضروري أن يستمر الدعم والتبرعات لأونروا. وأيضا نود أن نتحدث أيضا عن المنسقين رفيع المستوى. طيب سيد تيكنبرغ بعد إذنك، بمناسبة الحديث عن محكمة العدل الدولية والقرارات أو التدابير التي أعلنتها، هل كان هذا هو آخر ما يمكن أن تصل إليه محكمة العدل الدولية في تقرير بعض الإجراءات أو التدابير الوقائية قياسا بما أقدمت عليه محكمة العدل الدولية نفسها فيما يخص الصراع بين روسيا وأوكرانيا؟ هي استعملت تعبير وقف إطلاق النار، استخدمت هذا التعبير، لماذا أو ما الذي حال بينها وبين أن تستخدم ذات التعبير فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة؟ أنا أرى أنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في القضية الحالية، لأن قضية روسيا وأوكرانيا كلا الطرفين إنهم من ضمن طاقم محكمة العدل الدولية، وكلا الطرفين كانوا من
كانوا منهم من قاموا بالنزاع، ولكن هنا فإن جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، وكما تعلمون إن دولة جنوب أفريقيا ليست جزء من هذا النزاع، فالنزاع الحالي بين إسرائيل وحماس. لهذا السبب إن المحكمة العدل الدولية لم تقوم باستخدام مصطلح وقف إطلاق النار، لأنك إذا قرأت بحذر ما قد أقرته مجلس الأمن فإن هذا هذه التقارير تأمر إسرائيل لوقف هذه الأفعال الخاصة بالإبادة الجماعية. فلذلك في الواقع فإن محكمة العدل الدولية لقد دعت إلى وقف إطلاق النار، ولكن ليس باستخدام هذا المصطلح، لأن هذا نزاع قضائيا هو بين دولة جنوب إفريقيا وإسرائيل. هي على أي حال وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية قالت بعد قرارات محكمة العدل أنه من الناحية النظرية لم تستخدم المحكمة تعبير وقف إطلاق النار، لكن من الناحية العملية لن تطبق هذه التدابير إلا بوقف إطلاق النار. سيد تيكنبرغ، هل هناك وسيلة ما يمكن من خلالها حمل إسرائيل على أن تقلل حتى ولو قليلا من وتيرة العنف الذي تستخدمه في قطاع غزة؟ I'm not sure whether I fully hear your question, but I will ask him to repeat the question, okay? نعم، أنا سأعيد طرح السؤال من جديد سيد تيكنبرغ، إذا كان الصوت يصل بشكل واضح هذه المرة. ما قلته أن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا قالت ذات المعنى بأن هذه التدابير لا يمكن أن تنفذ من دون وقف إطلاق النار، لكن سؤالي لك، هل هناك آلية قانونية أو عملية يمكن من خلالها حمل إسرائيل على تقليل وتيرة العنف حتى دون وقف إطلاق النار في غزة؟ من هجمات بالرغم مما تفعله من إسرائيل من هجمات ومحاولة العبث برأي العام لجذب النظر لقضية أخرى بعيدة عن محكمة العدل الدولية، فإن أرى أن هذا الحكم بالفعل يمكننا أن نبدأ في رؤية بعض النتائج. ففي تأكيد هناك بعض المساعدات التي ازدادت في الفترة الأخيرة، وأيضا تلك الجهود من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار أطول هي قد كثفت بالفعل خلال الأسبوع الماضي. لقد شاهدنا هذا الاجتماع مع الأمريكيين وقطر ومصر في باريس، ونرى هذه المناقشات الكثيرة بين مصر وحماس، ونرى هذه الجهود الدبلوماسية من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة في نيويورك، ونرى كل هؤلاء المنسقون الإنسانيين الذين يقومون بالتحدث إلى مجلس الأمن. يوجد العديد من الخطوات الجديدة الفعالة من أجل أن توضع نهاية لهذا الوضع المأساوي إلى أقصى حد الذي يحدث الآن في قطاع غزة. وأنا أتمنى حقا أن يستمر هناك بعض الضغوط وأن تنفذ تلك التعليمات والأوامر من قبل محكمة العدل الدولية، وأن تعود إسرائيل عن هذه الهجمات، وأن يكون هناك نجاح في تنفيذ هذا الحكم، فإن تأثير هذا سيكون كبير. ولا بد للولايات المتحدة والدول الغربية ألا تكون متواطئة في مثل هذه الإبادة الجماعية. كل هذه الأمور سويا يمكنها أن تساهم من أجل أن يحدث تغيير ملموس وملحوظ على الأرض في قطاع غزة. أنا أأمل في هذا حقا. شكرا جزيلا لك من باريس أليكس تيكنبرغ، المستشار الأول بمركز النهضة الفكري.